من التحقيق بعد الواحدة ليلة، والسجانة تنتظرني. أخذت جواربي ورمتهما في سلة القمامة. مرت 10 أيام على الاعتقال، وأنا في زنزانتي معزولة عن الجميع، بين صلاتي وقرآني ودعائي ومناجاتي وبكائي لله عز وجل بأن يرفع هذه المحنة. كنت مثالا للهدوء والاتزان في السجن، بينما كان يعج قسم العزل بالصراخ والشتائم والجنون. خرجت لمحكمة الخامسة، وعندما عدت للسجن ناداني مسؤول السجن وأخبرني من اليوم فصاعدا يمنع عليك ارتداء الحجاب والجلباب داخل القسم. لم أعرف حينها بأي لغة أخاطبه لأفهمه أن ذلك غير معقول أبدا، فلم تسعفني أي كلمة. وأنا القوية دوما، أنا التي لا أبكي أمام سجاني حتى لا يشمت بي وحتى لا ينتشي بقوته. مع ذلك كله لم أتمالك دموعي ذلك اليوم، بكيت أمامه بحرقة لا يمكنني أن أفعل ذلك ولن تفعل أنت. أوصلني إلى باب القسم وأمر السجان أن تنزع حجابي فنزعت، وطلب مني أن أخلع جلبابي وإلا خلعوه بالقوة، فاضطررت لخلعه أمامهما. أدخلوني زنزانتي أجر أديال قهري، فانفجرت باكية لا ألوي على شيء. حاولت ضبط دموعي، والله كانت تسيل رغما عني. أنا التي بلغت 40 ولم أخلع حجابي مذ كنت في 7، ولم يرني أي أجنبي دون جلبابي مذ كنت في 15، واليوم يراني الأنجاس وأرادوا للخلق بلا حجاب أو جلباب. بكيت كما لم أبكي من قبل، صرخت كبرت ناديت المعتصم وصلاح الدين، قلت ورباه وغوتاه وإسلاماه ومعتصماه. لم تجبني سوى جدران الزنزانة بصدى الصوت. توضأت لأصلي العشاء، صليت بلا حجابي وجلبابي وبلا سجود لأن الأرض نجسة. اسمعوا يا أمة محمد، توضأت لأصلي العشاء، صليت بلا حجابي ولا جلبابي وبلا سجود لأن الأرض نجسة. هذه رسالة والله اختصرتها، وقد تجاوزت هذه القصة التي وصلتنا من هناك، والله قد تجاوزت 7 صفحات، ولكن اختصرناها في 2 كلمات لعلها والله تصل إلى أمة محمد، تصل إلى الرجال، تصل إلى أبناء هذه الأمة في كل مكان. 64 أسيرة ب64 قصة من الألم ومن الوجع ومن القهر في سجون العدو الصهيوني. لعل الفرج قريب إن شاء الله. فيا أمة المليار، يا أمة لو أرادت أن تغطي الشمس لغطتها، انظروا إلى هؤلاء النساء، لمثل هذا والله يدوب القلب من كمد إذا كان في القلب إيمان وإسلام.